اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، ومع شاب اللي كجانا من مدينه برشيد. اكيد ان كنعرفوا الشباب كتوصل واحد الوقيته كيبغيو يخدموا، كيبغيو يستقروا، كيبغيو داك الاستقرار، كيبغيو انهم يعاونوا العائلات ديالهم، الوالدين ديالهم، ويبداو يقلبوا على انهم يديروا وليدات ديالهم، خصوصا الى وصل الشاب ما بين لاج ديال 20 22 حتى 24 حتى 25 عام. فهذه الوقيته اللي الشاب كيبغي يستقر فيها باش انه ان شاء الله يعاون دارهم ويدير حتى هو وليداتو. معنا خونا هشام اللي جانا من مدينه برشيد، واللي كيبحث على عمل، ثم كذلك كيبحث على اللي يعاونو، شي واحد يعاونو يدير معاه شي مشاريع، شي كريريصه، او اللي توصل ليه فشي عمل. خونا هشام اللي كيقطن في مدينه برشيد، واللي غادي نهضروا معاه بعدا. قبل ما نهضروا نخليو النمره ديالو هي 06 17 09 05 73. ياك هشام هياد، عاودي النمره ديالك. 06 17 09 05 73. هذه النمره ديالك. واخا خويا هشام، مرحبا بك. الله يحفظك. كيف الحال؟ كلشي بخير. الله يحفظك. خويا هشام، شنو اليوم شنو بغيتي توصل للمغاربه؟ انت اليوم خاصك مقبل على زواج وعلى بزاف ديال الامور، واخا باقي ما لقيتش بنت الناس، وين كتقلب؟ كنقلب اخويا، ودابا كتشدش هذاك الفيديو اللي فاش على حساب طلبت لي مصداق، وداك الشيء على حساب بغيت نعاون دارنا وصافي، فهمتش؟ اييه. يعني وشي وحديناش بداو كيستناو ليا وهادي، فهمتش؟ بحال ردوني طماع وهادي، باغي فهمتش؟ قرب حداك ميكرو، قرب حداك الميكرو. فهمتش؟ ردوني طماع، باغي الفلوس، باغي هادي، فهمتش؟ انا ماشي فهمتش، باغي نعيش واحد الحياه زوينه وصافي، فهمتش؟ ما باغيش نعيشوا في هذه الحياه ديال الفقر، وراه عارف الفقر صعيب اخويا، فهمتش؟ يعني هادشي ما كان، ودابا فهمتي كان خصوصا اللي كانت عندك مسؤوليه. بزاف اللي كانت عندك مسؤوليه، راه فهمتي، راه هضره اخرى، هضره اخرى، فهمتي. انا دابا ما خدام ما والو، خدمنا فهمتي، ماشي المرسى، ما خلينا فين خدمنا خويا، بعنا وشرينا فهمتي. ودابا ما كنوجه واحد النداء للمحسنين، بغيت تعاون معايا، وان فهمتي خاصني دابا شي 3000 درهم، وعندي راه كروسه فهمتي، كروسه غتطلع لك بواحد 1000 درهم، او سميتو العماره ديال السلعه وهداك الشيء. ولا عيط لك شي واحد تخدم معاه فشي بلاصه؟ اش نقول لك اخويا، بغيت زعما نبيعو ونشري فهمتي، ندير كروسه فهمتي مزيانه احسن. دير بيع وشري ديالك، دير بيع وشري ديالك فهمتي، حيت حينا ما خدمه ديال بنادم، تخدم مع هذا تخدم مع هذا، في الاخر فهمتي ما بيع وشرا الربح ديالو ما محدودش فهمتي. تمام. انا ما كد قد ما بيع خدم شي مزيان بيع وشرا، قد ما كتصور كشر. بالنسبه للبيع وشرا، شنو بغيتي تبيع وتشري؟ نمشي ندير شي كروسه ديال الدلاع ولا شي حاجه. اي حاجه، اي حاجه. ولا كان شي، نتمنى من الله انه شي محسن ولا شي اخ ولا شي اخت يتعاون مع هذا الشاب. هذا شحال عندك من عام دابا؟ 20 سنه. 20 سنه، 20 سنه عايش مع الوالدين ديالك؟ عايش مع الوالده والوالد، الوالد في عروبيه، الوالد هو ما خدام والو، حنا كلشي. يعني كاين شويه ديال، كاين شويه ديال التحنسير كي كنقولوا، الوقت مزيره ياك. دابا كدير شي داك فيديو على حساب ديال الزواج فهمتي، بغات حتى شي وحده بغات تعيط ليا دابا على حساب الزواج ولا كشي، مرحبا. انا بقيت باغي طالب لا صداق لا والو، شي وحديناش ندموني، بداو كيقول لي لا هادي علاش تطلب صداق انت راجل هادي، فهمتي. انا بغيت نعاون بها دارنا وصافي، ودابا اللي بغات تعيط ليا ولا شي حاجه على حساب الزواج، مرحبا فهمتي. ما يقدرش تكون محسنه الظروف ديالها، تكون خدامه في دارها في طوموبيل. دابا انت، دابا انت هشام اليوم علاش كتقلب على الزواج وعلى ولا على خدمه؟ دابا انا فهمتي قلت لك، دابا انا طالب على حساب مساعده فهمتي، انا محتاج فلوس باش نبيع وشري، كنواجه. باغي تبيع وتشري مع الدار، مع باش تعاون الدار؟ باش نعاون الدار وداك الشيء. دابا من اين مدينه انت كتجي دابا اخويا هشام؟ انا خويا من برشيد. من مدينه برشيد. فرص العمل في برشيد ما كاينش اللي يعاونك تما، ما كاينش اللي خويا اش نقول تماك برشيد فهمتي، كلشي مشاو ومار وبنادم بنادم اخويا فهمتي، كلشي تماك ما كاين لا خدمه لا والو فهمتي. برشيد اللي كيجي دابا عنده الفلوس كيداير شي بروجي، كيدير شي قهوه ولا كيدير شي سناك ولا شي حاجه دخل، اما انت ما عندك والو اش غدير؟ اشنو جهدك؟ غدير والو. يعني وقت بغيت تبيع وتشري الحركه، الحركه ميته تماك فهمتي. بنادم برشيد ديال السكن وصافي، اللي بغى يسكن تماك صافي، من ناحيه خدمه وداك الشيء راه ما تضمنش راسك، ما تضمنش حتى واش غتجي في النهار تقدر. دابا انت الهم ديالك هو انه شي واحد يعاونك في كريريسه ولا في شي بيعه وشريه، ياك شنو تبغي تقول للناس؟ شنو الرساله اللي تبغي توجه للناس؟
كنوجه للناس المحسنين اللي بغى يتعاون معايا. دابا انا محتاج 3000 درهم باش غندير هاد الكروس. 3000 درهم باش غادي يلاه فهمتي، 3000 درهم يلاه غادي تقول بها بسم الله فهمتي، يلاه غادي تعمر بها تفصل واحد الكروسه ب 1000 درهم وتقاد شعمايره بواحد 2000 درهم غتجيب بها اي حاجه دلاع ولا خضره ولا فهمتي. مشيتي مره لصحاب المبادره الوطنيه ولا شي حاجه كتقيتي في شي مبادره؟ دابا خويا ما عمري مشيت عند ما خويا فهمتي، هذوك كدفع شي وراق وداك الشيء وكتسنى. حنا دابا انا محتاج دابا فهمتي، واقف دابا على خدمه ماشي دابا غير خاصني نتسنى تن محتاج دابا. دابا هذوك خاصك تدفع لي وراق الا كان شي مشروع كبير غديري وداك الشيء. خويا هشام كسؤال اخر، دابا انت اي حاجه تخدم فيها باش نوصلوا للناس هما الميساج، يقدر يشوف شي شاب ولا شي شابه تبقى فيه يبغي توصلك في شي عمل شي حاجه اي حاجه شي عمل في بلاصه شنقول لك ولا انت ضروري بغيتي دير بيع وشتا؟ انا ضروري بغيت نبيع ونشري اخويا فهمتي، خدمه مع بنادم معينه اخويا بنادم ما فهمش يعني ضروري بغيتي دير بيع وشتا. نتمنى من الله انه شي واحد يعاون هشام يديروا بحال خوه ولا شي حاجه. نتمنى من الله انكم تشوفوا انكم تكونوا ليه كاخ ولا كصديق ولا كاب لهذا الشاب هذا اللي جا من مدينه برشا. تعاون معنا شي محسنه كاع فهمتي، كاين انت بنات الناس وداك الشيء. انت ضروري محسنه. انا فهمتي كل شيء اللي بغى يتعاون معنا وصافي. صقع شارك صقع مشاكل. اذا نتمنى من الله انه شي محسن ولا شي محسنه كيف ما قال يتعاونوا مع خونا هشام. هو كشاب مغربي ابن منطقه برشيد ولا ابن مدينه برشيد، غنخليو لكم النمره ديالو. الى ذلك الحين الى اللقاء.